بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي وبناتي الأعزاء في جامعة الملك سعود، جامعتنا العريقة، معكم الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الله الزامل، أستاذ طب الأطفال وأستاذ الأمراض المعدية والمشرف على لجان التطعيم بمستشفى الملك خالد الجامعي، ومنسق حملة الحصبة مع وزارة التعليم العالي وكذلك وزارة الصحة. في هذه العجالة يسعدني أن أرحب بكم في بداية هذا العام الجديد، ونتطرق لموضوع هو ذو أهمية كبرى، وهي ما سيحصل بإذن تعالى خلال الأسابيع القادمة من ما يسمى بالحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض الحصبة. طبعا لا يخفى عليكم أهمية هذه الحملات، فهذه الحملة هي حملة وطنية، وأطلب وأتمنى من الجميع التفاعل مع هذه الحملة. لماذا المستهدفين هم طلاب الجامعة والكليات؟ لأنه الوزارة بدأت مجهوداتها في التخلص من هذا الفيروس، هو طبعا فيروس الحصبة معروف لديكم جميعا، هو فيروس يسبب مرض الحصبة، ومن خلال جهود الوزارة في التطعيم ضد الحصبة هناك جداول تخص الأطفال، هناك حالات كثيرة جدا من الحصبة وحصلت في أيضا في المملكة منذ سنوات، وأيضا هي موجودة الآن في أيضا في العالم، في أوروبا مثلا، في أسبانيا، في فرنسا، وجد حالات كثيرة جدا من هذا المرض على شكل أوبئة. وتنبهت الدول وبتوجيه من منظمة الصحة العالمية للتخلص من هذا الفيروس بتدعيم التطعيمات السابقة التي أخذها كل منكم حينما كان طفلا. فبالتالي هنا يتضح لنا أنه هذه التطعيم أو هذه الحملة ليس لها علاقة بجدول التطعيم السابقة، بمعنى أنه أي من الطلاب والطالبات سبق وأن أخذ تطعيمة الحصبة يجب عليه المبادرة بأخذ التطعيم هذه المرة، لسبب أن هذه هي حملة تدعيمية للمناعة، لأنه المشكلة أنه أحيانا التطعيم قد لا يعطي المناعة طول العمر، فبالتالي بعد وقت وخصوصا في هذا العمر عمر الطلاب والطالبات يكون المناعة قلت قليل، ففيما لو تعرض أحد من الطلاب والطالبات لفيروس الحصبة يعني قد يسبب بعض ما نسميه بالمضار الجانبية الشديدة مقارنة حتى في التفاعل مع هذه الحملة وأخذ التطعيم بدون قلق، لأن هذا التطعيم هو تقريبا من 50 سنة العالم استخدم هذا التطعيم ولم الحمد لله يثبت أي مضار جانبية حالية أو حتى مستقبلية من هذا التطعيم. فأنا أشد على يد بناتي وأبنائي الطلاب بأهمية هذا التطعيم لأسباب، أول شيء هذا من واجبنا حماية أبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الجامعة. الشيء الثاني أنه التفاعل والتعاون مع وزارة الصحة لأن تصل للهدف المنشود، لأن تعلن بعد ذلك المملكة إن شاء الله يعني خلوها من هذا الفيروس. مرض للأطفال، ولماذا نحن نهتم فيه؟ نهتم فيه لأنه كما أسلفت، لو لا قدر الله أحد من الطلاب والطالبات جاء مرض الحصبة، طبعا تعرفون مرض الحصبة يعتبر مرض معدي وشديد العدوى، فبالتالي أنت كطالب وطالبة ستخسر أسبوع إلى 10 أيام من الدراسة، قد يصادفها وجود امتحانات، قد يصادفها وجود تدريب عملي، فلا شك أن الطالب والطالبة سيخسر هذا الوقت الثمين.
الشيء الثاني هو كما أسلفت لكم أنه بتطعيم الكم الكبير من الطلاب والطالبات نستطيع بإذن الله أن نحصن أبناءنا في وبناتنا في الجامعات من هذا الفيروس. وأخيرا أشكر لكم جميعا تفاعلكم، وأشكر بالذات المجلس الطلابي في كلية الطب وكذلك الأخوة في الإرشاد الطلابي في جامعة الملك سعود على تعاونهم وتفهمهم لهذه الحملة الوطنية التي نعمل جميعا بإذنه تعالى لإنجاحها. ما أريد أن أختم به هو أن هذه الحملة ستنفذ بإذن الله ابتداء من السبت 8 محرم 1432 الموافق 3 ديسمبر 2012 ولمدة 5 أسابيع ستكون في جميع جامعات وكليات المملكة بنين وبنات، وسيكون إن شاء الله الافتتاح في كلية الطب في جامعة الملك سعود. شكرا جزيلا، وأتمنى لكم صحة وعافية دائمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.